ولن تتركي مثل مواية وحية الدار التي آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس. مجد للثالوث القدس الاب والابن والروح القدس. سلام من ابنيانا كان يستلهي الواحد الوحيد المقدس الجامع راس اليمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. اعطيهم يا رب كلهم الاجر السمائي. صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه هللويا. جم بين أورومي بئون هنا كبولي بشوي ووهي يمئوم بئي بئر شاينا سيسيني بروس فورا شابو إيروفا هالليلو. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Blessed be God the Father, the one to Creator, Amen. مبارك ابن الواحد يسوع المسيح ربنا، Amen. مبارك الروح القدس المعز الباراكليت، Amen.
واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، أمين. مبارك الرب للأبد، أمين. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم للأبد، أمين. هللويا. سبت ريك إيوك أغيوم نماتي كننكا كريستوس أوناستوني أونون، آمين. هللويا. شليم إبي بروسف كيستاثيتي إتوم نعماتي يسو. فلنشكر صانع الخيرات رحم الله، فلنشكر صانع الخيرات رحم الله، أبو ربنا ولينا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعننا وحفظنا وقبلنا لي أشفق علينا وعد التنوات بنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنصلح حفظنا في هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام وضبط الكل. الرب إلهنا. صلوا يا رب ورحمة. O Master Lord God of Antichrist, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank you, Lord, for every condition. We thank you for every condition, concern every condition, and in every condition. لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك. أشفقت علينا وعدت أن تأتى بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لكي يرحمنا الله وترافع علينا واسمعنا واسمع واقبل سؤالات وطلبات قديسي بالصلاة عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين النار من شركة أسرار المقدسة لمغفرة خطايانا. يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب جميعا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل يا رب حسن وكل تجربة كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العادة الخفين والظاهرين، إن زهانا شعبك عن هذه الميدة وعن مضاك المقدس هذا، أما رب الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس على الحط العقارب وعلى كل قوات العدو. شفاء وخلاص من عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، أبي أخواتي الشمامسة والكليس وكل الشعب يا رب يكونوا محلين فم بالثلاث قدس الآب والابن والروح القدس، ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جماعة رسول الله، ومن فم نازل الإنجيل ماركوس الرسول الرشيد، والبطرك القديس سولومون ديسكوس، والقديس أسانس سولي، والقديس بطرس خاتم الشر والسكان، والقديس عنا زبل فيلم القديس كولوس كولوس سيليس، ومن أفواس لا يسمعوا السمانية عشر المشتمة لك ومن الخمس المقدسة المتين المتين بأفزوس، فما بين المقرن رئيس الكهنة البابا المعظم أنبا تودروس الثاني، ومن فم عقارتي لأنه مبارك ومجدا اسمه القدوس أيها الآب والابن روح القدس الآن وكل وان وإلى ظهر الدور كلها، آمين. إن
وقتي شهري النوم تاتي وأرسنه بصارما سوى ماريا ابشوي ساري امتنان هيتن برز بيانت بارشي انجي سيس او ميخا إلى بارخنا نفي أوي أي ساري أموتنا نبكو أبولنتنن هيتن برز بيانت بشاشفنا أنجلوس نمني طا ما إبورا يون إبشوي ساري أموتنا نمبيكو هيني أشي أنتنا شويس إني أتين أبوصو نوسني من سبين تاني ما في تيسة إمشوي صاري أموت ما نبيكوي بولن تاني النوبي هي تاني أبشي أنت بسيو ريمو سن إفانج لستيس ماركو بي أبوستولو سيبشو هاي ساري أموتنا نبكو أبولن تنين نوبي هي تنين شين تبي أطلو فروسين مارتي روز بشويس أروجون جيوسيم شوي صريم ضان بيكوين بولنتين النوبي في تاني أبشي أنت بأصله وروسيم مار تيروس في لوبة تير ميركو ريوسي شوي ساري أموتنا نبيكو أبول أنت هيتني أمشي أنت بيأخلو فروسي مارتي روسا مينا انتني ضايتم شو ويصري أموتنا نبيكوي بولنتين النوبي هيتني أبشي انتنا شوي
سانيوتي إن ماينو شيري أبا طونيوس نما أبا بابلي إبشو هاي ساري أهمتنا نبيكو إبول إنتين النوبي هي تاني Shiente na choi senyoti maino shiri avapin choi avapavni choi sariamot nan pikoe volen tenen novi hiteni shienteni es owe bente bai eho bi owe bi owe kata bef rane epsho oi sari emotnan biko evolen Hiten no ev shiare pon khempeni ote ta yote nar shi e vel se papa hava ta wadro se cho wa 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 Nan biko evolenten novi semo kobere sos nembe yoten a vakos nembe nema eso wamji akia soti emo Aina, Paul, the servant of our Lord Jesus Christ, called to be an apostle, appointed to the gospel of God, a chapter from the second epistle of our teacher Paul to the Corinthians, his blessings be upon us, amen. For he says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed, but in all things we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulations, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fastings, by purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. O Corinthians, we have spoken openly to you, our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. Now, in return for the same, I speak as to children, you also be open. The grace of God the Father be with you all, amen. كثير يكون من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم، فإن جميعنا نزل كثيرا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل قادر أن يلجم الجسد كله. إذ وضعنا اللجم في أفواه الخيل تطاوعنا فندير أجسامها كلها. هو ذا السفن وهي عظيمة بهذا المقدار تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة إلى حيثما شاء قصد المدبر.
كذلك اللسان أيضا فإنه عضو صغير ويتكلم بعظائم، هو نار قليلة تحرق وقودا كثيرا، فاللسان هو نار وزيته الإثم. جعل اللسان في أعضائنا وهو يدنس الجسد كله ويحرق دائرة بلادنا أو دائرة الكون، ويضرم من جهنم لأنه كل طبيعة الوحوش والطيور والزحفات وما في البحار يذل، وقد تذلل للطبيعة البشرية، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يقمعه أو يذله. هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، به نبارك الآب وبه نلعن الناس الذين صنعهم الله على مثاله. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة، فلا ينبغي يا إخوتي أن يكون الأمر هكذا. لعل ينبوعا يفيض العذب والمر من ذات العين الواحدة، أم هل يمكن يا إخوتي أن تثمر شجرة تين زيتونا أو الكرمة تينا؟ وكذلك المالح لا يمكن أن يصير عذبا، لا تحب العالم ولا الأشياء في العالم، أن العالم يزول وشهوته معه. Ari pa me vi oba shawa of our fathers, the apostles, their holy blessings be with us all. Amen. Now after 5 days, Ananias the high priest came down with the elders and a certain orator named Tertullus. These gave evidence to the governor against Paul. And when he was called upon, Tertullus began his accusation, saying, "Seeing that through you we enjoy great peace and prosperity, is being brought to you this nation by your foresight, we accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. Nevertheless, not to be tedious to you any further, I beg you to hear, by your courtesy, a few words from us. For we have found this man a plague, a creator of dissension among all the Jews throughout the world, and the ringleader of the sect of the Nazarenes. He even tried to profane the temple, and we seized him and wanted to judge him according to our law. But the commander Lysias came by and was great, and with great violence took him out of our hands, commanding his accusers to come to you. By examining him yourself, you may ascertain all these things by which we accuse him." And the Jews also assented, maintaining that these things were so. Then Paul, after the governor had nodded to him to speak, answered, "Inasmuch as I know that you have been for many years a judge of this nation, I do the more cheerfully answer for myself, because you may ascertain that it is no more than 12 days since I went up to Jerusalem to worship. And they neither found me in the temple disputing with anyone, nor inciting the crowd, either in the synagogues or in the city. Nor can they prove the things of which they now accuse me. But this I confess to you, that according to the way which they call a sect, so I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. I have hope in God, which they themselves also accept,
that there will be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Now after many years, I came to bring alms and offerings to my nation, in the midst of which some Jews from Asia found me purified in the temple, neither with a multitude nor with tumult. They ought to have been here before you to object if they had anything against me. Or else, let those who are here themselves say if they found any wrongdoing in me while I stood before the council, unless it is for this one statement which I cried out standing among them concerning the resurrection of the dead, I am being judged by you this day. But when Felix heard these things, having more accurate knowledge of the way, he adjourned the proceedings and said, when Lysias the commander comes down, I will make a decision on your case. So he commanded the centurion to keep Paul and to let him have liberty, and told him not to forbid any of his friends to provide for or visit him. The word of the Lord shall grow, be mighty, multiply, be mighty, and confirmed in the Holy Church of God. Amen. Bismillah wa libnu ruha al-kusul wa hada min al-um al-saba, min sharba al-muhad barakatuh ala jamin, ameen. في مثل هذا اليوم استشهد القديسان فيلمون وأبلانيوس. وفيلمون هذا كان مغنيا لأريانوس ولأنصنة، وكان أبلانيوس مزمرا، وكان صديقين حميمين واشتهيا أخذ إكليل الشهادة. فدخل فيلمون يوما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه، فأمر أن يرموه بالسهام. وحدث أن دخل بعده القديس أبلانيوس وفي يده المزمار، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح. فلما عرفه الوالي غضب جدا وأمر أن يرموه بالسهام هو الآخر. وبأثناء ذلك رجعت السهام إلى ناحية الوالي فأصابت عينه فقلعتها. أما القديسان فقد أكمل جهادهما ونال إكليل الشهادة، صلاتهما تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضاً استشهدت القديسة مريم الإسرائيلية. ولم تكن هذه القديسة تعرف السيد المسيح، وكانت رديئة السيرة. ولما أرادت التوبة والرجوع إلى السيرة الصالحة، أرسل لها الرب رجلاً قديساً قام بوعظها وعرفها طريق الخلاص بالإيمان بالسيد المسيح، وقال لها إن النفس لابد أن تعطي جواباً عن جميع أعمالها في يوم القيامة، وأنها بعد الموت وفراق هذا العالم ستحاسب عما فعلت. فقالت له: ما هو الدليل على قولك هذا الذي لم تذكره التوراة التي أعطاها الله لموسى النبي؟ كما لم يقل بهذا أبائي، فأثبت لي صحة قولك بالبراهين الشرعية والعقلية. فأثبت لها ما طلبت. ولما ثبتت أقواله في عقلها، قالت: إن تبت عن أعمال النجسة فهل يقبلنا الله؟ فأجابها: إن أمنت بأن المسيح جاء إلى العالم لخلاص البشر وسلكت سبيل التوبة يقبلك الله. فآمنت وتابت. ثم بلغ خبرها الوالي أحضرها أمامه، فأصرت على مسيحيتها، فأمر بقطع رأسها بحد السيف، ونالت إكليل الشهادة. شفاعتها تكون معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا، أمين. Ah, 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 ah
thousand nor a master without forgiveness, Jephenio. The Lord Jesus Christ, our God, who said to saintly honored disciple and holy apostle, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes for the see and your ears for the hear. May you be worthy to hear and to act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. أشكر يا سيدنا كل الذين أمرونا وسنن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب الآن. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى يا رب اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، رجاءنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفانا كلنا، وقيامتنا كلنا. Te metaphoboseo acosomento agion evangelion smarot in jefes nichen fronten gum kirflux in tocata locan agion tonas musma sasinkere ya وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع الملك الطاهر بركته على جميع
تذكر أسامنا الأولى فلتسبق لتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد افتقرنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمه. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم. إلى كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبتي أعطني نصيبي من المال. فقسم بينهما العيش، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بدد ماله عائشاً في خلاعة. ولما أنفق كل شيء حدثت مجاعة عظيمة في تلك القرى، وبدأ هو أيضاً يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى فأرسله إلى الحقل ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يكن أحد يعطيه. فرجع إلى نفسي وقال: كم من أجراء لأبي يفضل عنهم الخبز، وأنا أهلك هنا جوعان، أقوم فأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبتي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أمرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لا يزال بعيدا رآه أبيه فتحنن عليه وأسرع ووقع على عنقه وقبله، فقال له ابنه: يا أبتي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال أبوه لعبيده: أسرعوا واخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، وأعطوه خاتما في يده وحذاء لرجليه، وقدموا العجل المعلوف واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاشا، وضالا فوجدناه، فطفقوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، وفيما هو آت قرب من البيت، فسمع أصوات غناء ورقص، فدعا أحد الغلمان وسأله: ما هذا؟ فقال له: إن أخاك قد جاء، فذبح أبوك له العجل المعلوف،
لأنه قبله سالمًا فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه وكان يتوسل إليه فأجاب وقال لأبيه: ها كم من سنين وأنا عبد لك وما تجاوزت وصية لك قط وجديا لم تعطيني قط لأتنام مع أصدقائي. ولما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزنا ذبحت له العجل المعلوف. فقال له: يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. وكان ينبغي أن نفرح ونصار لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجدنا. والمجد لله دام. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه طيبين. الكنيسه في هذه الفتره من النهارده وثلاث حدود جايين لحد السبت العازر تبدا تتكلم معانا على صوره قويه وصوره اساسيه في الصيام بتاعنا، هي العوده الى الله. وبكره بنحتفل برضه بالذكرى الثانيه لابونا الحبيب البابا شنودة الثالث. ربنا كده ينيح نفسه في السماء ونفعنا بصلواته، ودايما هو من اجمل الشرايط بتاعته اللي كلنا بنحبها اللي هو شريط العودة لله، إن زي فعلا يعني القلب يعد ربنا. وما أجمل إن الواحد بينا يقدم توبة. يمكن أكبر شيء بريشس في عين ربنا لما الإنسان كده يرجع له ويقدم له توبة. ما لقيت أحد الأباء مرة بيقول كده، بيقول لنا أنا أخطأ ده طبيعتي، الخطية هي طبعي، ولكن أنا أتوب دي هي أي قوتي وحب المين لربنا. أخطأ إتس أوكي، ساعات الإبن كده يغلط في أبوه، ولكن مهم جدا جدا إن هو إيه كيف يقدم توبة ويرجع. ومن أقوال البابا شنودة قبل ما أتكلم عن الإبن الضال النهاردة، بيقول لك التوبة هي قلب جديد طاهر. التوبة قلب جديد طاهر يمنحه الرب للخطاة. الإنسان كده اللي عايز يتوب تبص ليه عنده قلب جديد كده، بداية جديدة زي الإبن الضال كده، بداية جديدة وقلب جديد يعني. أيضا البابا شنودة من كلامه الجميل بيقول إيه، التوبة هي بدء الطريق إلى الله. عايز تعرف ربنا، عايز تقرب من ربنا، عايز تحس ربنا، أول شيء تبدأ بيه إنك إيه تبدأ تقدم توبة لربنا. التوبة هي بدء الطريق إلى الله وهي رفيق الحياة حتى النهاية، يعني تفضل معاه يعني. وده دي مهمة جدا في حياتنا في تعليمنا إحنا القبطي، إن التوبة مش هي لحظة لحظة كده قدم توبة وقال أنا توبت وخلاص على كده واتجددت واستلمت المسيح وبقيت إنسان جديد، لا، ده التوبة هي حياة. حتى سيدنا البابا الله ربنا ينحفظه لما كتب كتاب سماه حياة إيه؟ حياة التوبة. تفضل لحد اللحظة كل يوم الواحد إيه؟ وما أجمل الواحد يعني كده يروح البيت وتبص له بيقدم توبة. ودايما أقول كده لو بتصلي تحليل باكر وتحليل النوم كل يوم باكر بتقول له: يا رب أيها الباعث نور فانطلق المشرق شمس الأبرار والأشرار، والنهاردة يا رب يوم جديد اشرك عليا بيوم جديد. لخبط اليوم كله وتعمل حاجات وحشه اليوم كله، تيجي قبل ما تنام كده تقول له ايه: يا رب جميع ما اخطات به ليك في هذه اليوم ان كان بالفعل او بالقول او بالفكره او بجميع الحس، فاصفح واغفر لنا. فالتوبه هي ايه؟ سيدنا البابا بيقول التوبه هي بدء الطريق الى الله وهي رفيق الحياه حتى النهايه. لما الواحد كده يسلم كده النفس الاخير ويقول له: يا رب قدمت توبه، يقول لك ايه؟ ادخل الى فرح سيدك. التوبه جميله جدا يا احبائي. والنهارده السيد المسيح بيكلمنا عن الابن الضال وبتكلمنا على شخصيتين مختلفتين، الابن الواد الشقي، الواد اللي هو الوحش اللي بعض الانسان اللي هو ايه اللي بعيد خالص خزل. وبتكلم على اخ تاني هو خادم كبير وشغال وبيخدم وبيعمل، والابن بقى الحلو وبيقدم في الاخر بيقول لنا قديه. شوف الاثنين، الابن الضال قدم توبه قويه جدا، ولكن الابن الاكبر كان عنده غيره، كان عنده نقد، كان عنده طريقه كلامه مع ابوه غلط، كان عنده في نفس الوقت الذات. فبيقدم لنا صورة مختلفة خالص لشخصيتين مختلفتين
وياليت احنا كل واحد من النهاردة يقول يا رب اديني قلب الابن الضال فعلا. يعني صدقوني يمكن اقول لكم على حاجة من اجمل الاعترافات اللي بتأثر فيها جدا لما بلاقي شاب فعلا بيكون كده عايز ايه يتوب وبيدعى الكنيسة ويقدم توبة من قلب طاهر. يعني يمكن اسألكم سؤال كده، ايه قوة الابن الضال او ايه البداية في حياة توبة الابن الضال او الخطوة الاولى؟ رجع الى نفسه. انا اقول لكم على حاجة، يعني الخطوة الاولى في الابن الضال بقدر ما هو رجع لنفسه دي تعتبر الخطوة الثانية، ولكن الخطوة الاولى بيقول الكتاب المقدس فلما انفق كل شيء حدث جوع في تلك القرى فابتدأ يحتاج. He became in want. He became in want. دي هي turning point. ولا أحب أتكلم معكم النهاردة على موضوع I became in want. محتاج أنا فعلا ربنا. محتاج ربنا مش قادر يعني. النقطة الأولى أنفق كل شيء. ضيع كل شيء. ولكن جت لحظة كده حس أن أنا فعلا محتاج ربنا في حياتي. أصعب يعني أنتوا لما الواحد مننا بيمر بظروف صعبة إذا كانت مالية ولا ظروف صعبة وتبص لي الواحد محتاج. محتاج. ممكن يتزلل لأي حد، ممكن يروح يترك الباب على حد ويقول له سلفني، لأنه محتاج مع العلم نفسه عزيزة جدا، مع العلم هو كان راجل حلو جدا، ولكن ممكن يتزل عشان هو إيه محتاج. فالنقطة الأولى يا حبايبي في الابن الضال صدقوني هو بدأ يقول لك إيه، هي بكيم وبدأ يحتاج. محتاج يا ريت النهاردة كل واحد بيقول يا رب اديني القلب فعلا إن أنا أحس إن أنا محتاج لك، محتاج لك في حياتي، محتاجك في خدمتي، محتاجك في البيزنس بتاعي، محتاجك في كل شيء. يعني he became in want. I want to go back. He became إن هو يبدأ إيه يقول أنا فعلا عايز على ربنا. وعلى هذا الفكر بقى بدأ ما أحس يحتاج، ممكن أعمل أي شيء، أقعد مع نفسي، أرجع لأبويا، أتزلله، أقول له لا أنا مش عايز إن أنا تستقبلني كاب، أنا حتى خدام كده في البيت ماشي. لأن الشيء الوحيد driving reason بتاع أنا أو السبب إن أنا إيه عايز أرجع لربنا هو إن أنا بدأت إن أنا أحتاج. يعني محتاج مننا بداية التوبة، والإنسان اللي عايز يعرف يحس بقوة التوبة وجمال التوبة وحلاوة التوبة لو بدأت في قلبك كده. والإحتياج يبدأ إيه؟ الإحتياج هو حالة داخلية، حالة داخلية. احنا دلوقتي كده ربنا كل واحد عارف كل واحد ما هو انت تحتاجه في قلبك، عارف بالظبط في شيء انت محتاجه. فالابن الضال كان عايش شيء واحد بس، كان بدأ يحتاج، بس يحتاج للتوبة، بدأ يحتاج للتوبة. وشفنا دي في زكا العشار لما حس كده ان هو عنده رغبة قوية، عايز اشوف مين، بدأ يحتاج ان عايز اشوف الراجل ده، عايز اشوف الانسان اللي بيتكلم عليه كل واحد كده. فمن طريقة دي بدأ زكا يقول لك انا اروح، طب ما فيش زحمة، يقول لك لا ده انا حتى ولا اطلع في الشجره ولا اعمل اي شيء، ولكن انا نفسي عندي رغبه ان انا ايه ارى يسوع، عندي رغبه ارى يسوع. حتى بارتيماوس الاعمى، بارتيماوس الاعمى كان ربنا رايح يروسلم ومعدي على أريحة، واول ما شافه قال لك ده هو الحل بتاع الشخص ده. فبدا يصرخ ويقول ايه يا يسوع ابن داود ارحمني انا الخاطي. تلاميذه يقولوا له اسكت شويه، قال لهم ده لو حتى ضربتوني انا هصوت باعلى صوت باعلى صوت باعلى صوت، مش ممكن حد ابدا هيوقفني ان انا فعلا محتاج. فاكر مره كان عندنا ابونا مكاري يونان، يمكن فدخل بعد ما خلص الكلمه وكان دخل الاوضه المكتب اللي الكونفرنس روم وبدا، وواحد من بره عمال يخبط جامد. يعني طب اطلع له اقول له طب شويه كده ابونا تعبان وهيقابلك بعد شويه، يقول لي عايز اقابله دلوقتي، وبدا يخبط لحد ما ابونا قال لي هو ما عامل زيطه ليه، بدل هو محتاج خليج ان هو ايه كده ان انا قبله واقعد معاه على طول، خليه عشان يسكت بقى. ففعلا ده اللي عمله بارتيماوس الاعمى، ان هو بدا يصوت يصوت انا محتاج مين المسيح، لان هو الوحيد اللي يديني ايه، اولا الشفاء الروحي وثانيا الشفاء ايه الجسدي. اولا الشفاء الروحي، بدا يحتاج. التوبه يا احبائي هي حاله داخليه، تبدا بانك انت تقعد مع نفسك كده، مع نفسك كده وتقول يا رب انا محتاج لك يا رب في حياتي، انا محتاج يا رب ان تكون جزء في بيتي، انا محتاج يا رب انك تكون جزء في حياتي، في كل شيء في حياتي يا ربي، انا محتاج لك يا ربي يسوع المسيح. يا ريت مري اسحاق السرياني بيقول كده عباره جميله جدا عن بدا يحتاج، يقول ايه التوبه هي احساس انك محتاج للتوبه كل يوم، يعني مش بس لحظه، مش بس كده متاثر بلحظه. حتى مري اسحاق يتكلم عن التوبه يقول لك إيه؟ كما ان التنفس لا يتوقف عند البشر كذلك كانت الدموع عند مري اسحاق. كده عايز يتوب على طول، محتاج للتوبة. التوبة إيه؟ جزء في حياته. وبيقول هو عبارته المشهورة برضو، من يعرف خطاياه
هو إيه؟ من يعرف خطايا أعظم من أن لا يستطيع إيه يرى ملائكة. يعني بدأ يحتاج هذا الابن الضال. يا ريت إحنا كل واحد بينا نقول يا رب في الصيام الكبير ده أنا عايزك تديني الإحساس ده، أن أنا نفسي أكون أنا محتاج للتوبة، نفسي أكون محتاج للسلام في بيتي، نفسي يا رب أكون محتاج أن أنا أكون يا رب إنسان كويس مع الكل، نفسي يا رب أتغير، نفسي أن أنا أكون مصدر حب ومصدر سلام لكل واحد. اديني يا رب أن أنا فعلا أنا نفسي محتاج لكده. لما بدأ يحتاج كانت الخطوة الثانية اللي هو إيه؟ يبرر. الخطوة الأولى في رجوع الابن الضال هي أول شيء بدأ يحتاج، أنفق كل شيء. الخطوة الثانية اللي هو إيه؟ رجع لنفسه، رجع لنفسه. أصلا أنا محتاج هقعد مع نفسي وقعد أفكر يا ربي ده أنا محتاج دلوقتي الأمور المادية بتاعتي مش مظبوطة، ده هروح لفلان أقعد مع نفسي هو ده اللي ممكن يسلفني وهو ده اللي يعملني، وببدأ إن أنا إيه أفكر. فنمبر تو إن هو إيه؟ رجع إلى نفسه وبدأ يحسب إيه نفسه، يقول لنفسه إيه؟ أخطأت أنا قدام أبويا وأنا أروح له دلوقتي وأقول له لا أنا غلط، حتى لو تشغلني عندك، حتى لو تشغلني عندك كده. والصوم يا أحبائي ما أجمل فيه إن الواحد يرجع لنفسه كل يوم، دايما الواحد بينادي بخلوة مع نفسه. صدقوني في أمور الخدمة وأمور الكنيسة تبص للواحد بيتوه في النص، ولكن مهم جدا لما يرجع البيت يقعد كده مع نفسه وكده يرفع قلبه ويقول ما أحلى ساعة بها أخله مع الحبيب، يجري حديث معه سرا بلا رقيب. ويمكن يقول النبي بيقول كده في يوئيل 2:12 لحد 15 بيقول إيه؟ ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح، يقول كده مزقوا ثيابكم مزقوا قلوبكم. لا إيه؟ لا أنا عايزك تمزق قلبك وانت قاعد مع نفسك كده، ويقول قدسوا صوما ونادوا بإيه؟ باعتكاف. محتاج، محتاج قوي. ما من احتياجي ده ان انا اضطريت ان انا ارجع اقعد مع نفسي وارجع نفسي وبعد كده ايه اقول ارقوي انا ارجع لنا. نمبر ثلاثة بقى بعد ما هو بدا يحتاج، اثنين بدا ان هو يقعد مع نفسه، ثالث شيء احبائي بدا يعمل مقارنه. مقارنه، انا عايز اعمل مقارنه مع نفسي. حياتي زمان ساعات الواحد بيسمعها في الاطراف كتير قوي يقول لك يا ابونا لما كنت ايام مصر كنت انا ملتهب بالروح وتهبن ايام مصر كنت كده قريب من ربنا، فيقارن نفسه كده. وفي حج الملك النبي بيقول كده في 1:5-7 بيقول عباره جميله جدا، بيقول الان هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طريقكم. خلي كده قلبك على طريقك، خلي قلبك هو حاطط ايه على طريقكم. تاكلون وليس تشبعون، عمالين ناكل وناكل وناكل وبرضه الواحد مش شبعان. وفعلا ده العالم كله كده، يعني مهما الواحد عايز 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 عايز، حتى لو خد كل مال ابوه او نصيبه وراح انفقه كله مازال ايه؟ مازال هو محتاج، مازال محتاج كده. بيقول تاكلون تاكلوا زرعتم كثيرا ودخلتم، عمالين نزرع كتير جدا والدخل قليل قوي، عمالين نتعب ودوس الفلوس مش مكفيه، ايه ده مفيش بركه. بيقول كده تاكلون وليس لكم شبع، تشربون ولا ترون، عمالين نشرب 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 ومازال انا ايه عطشان. لانك الوحيد اللي يروي العطشك، الوحيد اللي يديك الاكل اللي هو الخبز السماوي، الوحيد اللي يديك قوه في حياتك هو ايه؟ رب المجد. هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طريقكم. يبقى اول شيء بدا ان هو يحتاج، الاحتياج كان حاله داخليه، قط ان هو يقعد مع نفسه، وبعد ما قعد مع نفسه بدا يعمل مقارنه ويقول ايه أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابن. النقطة الرابعة والمهمة جدا، كلنا ساعات بنكون عايزين نحن نقعد كده بنروح القدس ينخص كل واحد يقول إيه فعلا عايز أتوب وأنا هقعد النهاردة مع نفسي وفي نفس الوقت هعمل مقارنة فعلا أنا يام حلوة. للأسف ساعات بتقف كده. نمبر الرابع اللي هو عملها الجميل جدا في الابن الضال، عمل خطة، عمل خطة. قال لي لا انا بقى هروح لابويا واقعد معاه ونفذ هذه الخطه. يعني بمعنى اصحي لا تؤجل عمل التوبه، لا تؤجل عمل التوبه. لما قال اقوم واذهب الان الى ابي كان قرار لازم اخذه مع نفسه، ولما قعد مع نفسه وقال ان انا خطتي ان انا ايه هروح في الشيء يعطلني انا مش هتكسف كده عم نضجن بيه شيء من انا اقول له يا ابويا انا خدت منك الحاجه لا ده انا هروح مش مهم معايا انا هشتغل عنده خدام اقوم الان وارجع الى ايه الأب. والواحد لما يعمل خطته دايما الإنجيل بيقول له كده اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول، إن سمعتم صوتي فلا تقوي إيه فلا تقسوا قلوبكم. النقطة الخامسة والأخيرة يا أحبائي، لما إن هو لما قرر يرجع ما بدأش يلوم أي حد،
أصل المشكلة بتاعتي أصحابي، المشكلة بتاعتي جوزي، المشكلة بتاعتي زوجتي، المشكلة بدأ يلوم إيه؟ والنقطة الخامسة والأخيرة هو لام نفسه بس، لأن هو قال إيه؟ هقوم وأقول له إيه؟ أخطأته. يعني حتى داود النبي لما عمل خطيئته الكبيرة وجاله نثان الملك النبي يكلمه ويوبخه، وقف كده بكل قوة وقال له إيه؟ أنا أخطأت، فيش حد تاني أخطأ، أنا الوحيد اللي أخطأت، يعني أنا أخطأت كده وقال لربنا يعني. فياريت يمكن دايما أحد الأباء بيقول لو آدم وحواء كانوا رايز إن هم أخطأوا ما كناش اللي إحنا فيه دلوقتي، ولكن هم للأسف كل واحد يعملوا الجيم اللي إحنا كلنا مع بعض، ده يلوم ده وده يلوم ده وده يلوم ده، وفي الآخر خلص اللي خد اللوم في الآخر مين؟ ربنا نفسه يعني. ففعلا يعني إن هو إيه قال له كده، إن أنا أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعلك. كل ده بدأ بإيه؟ بالاحتياج. يبقى أول التيرنينج بوينت في حياته إن هو نمبر ون بدأ إيه؟ يحتاج. لما بدأ يحتاج بدأ يقعد مع نفسه. ثالث شيء بعد ما قعد مع نفسه عمل مقارنة مع نفسه. رابع إن عمل خطة وقال أقوم الآن وأذهب إلى الأبي. وفي الآخر خالص إيه؟ بدأ يلوم نفسه وليس يلوم أحد. يا ريت كده ربنا يدينا، أقول له يا رب اديني قلب تائب. قلبي يا رب إن أنا فعلا أقدم لك توبة من كل قلبي. أوعى تديني قلب الابن الكبير، ولكن اديني رب قلب الابن الضال، إن أنا كده أقعد وأقول إيه؟ أقوم الآن وأرجع لأبي. صدقوني دايما أنا بقول هالكلمة دي. لما كنت في الأربعين يوم في الـ في الـ في الـ في الـ بعد رسمت كنت مشغول قوي، لان كنت كان معايا حتى كان معايا فروميت بتاع ابونا مايكل، فكنت بقول له دايما انا مشغول قوي لان احنا عندنا العدد الشعب كتير جدا، متهيألي الواحد يكون مشغول ياخد اعترافات طول الوقت، مش هيفاضي يزور ناس ولا يكلم ناس ولا يحضر حاجه. الحظ العكس يعني، ان ايه الاعتراف التوبة سر التوبة الاعتراف قل جدا جدا، هو منتشر مع اولادنا الاطفال، ولكن يجب على الاباء كلنا ان احنا التوبة اصبحت زي ما اقول البابا شلودة كده، هي حياة، هي رفيق بدء الطريق لله، وهي رفيق الحياة. ربنا يدينا قلب تائب ولهنا كل مجد والكرامة لابد، امين. Just quickly I will say a few words in English. I see some few beautiful kids here. Today actually the church, it's the third Sunday of the Great Lent, the prodigal son. In the story of the prodigal son, it's the church actually trying to talk to us about repentance. We need to come back to the Lord. Repentance, one of the most beautiful expressions I hear about repentance. Repentance is not only feeling sorrow, but repentance is a firm determination to come back to the Lord, to live the old life. That's what repentance is. You come back to the Lord. And we talked about actually the turning point or the starting of repentance or the steps of repentance in the life of the prodigal son. And we said number one, after he went to his father and took his portion of money and his dad was nice, give it to him. The Bible said he spent everything and became in want. And I spoke today about actually the feeling of being in want. I want to come back to God. I want to have a peaceful life. I want to not to go to the internet to watch things that takes me away from God. I want to establish a relationship with God. I want to come back to Him. Repentance starts with the prodigal son, the feeling that he wants to come back to his father. He wants to come back to his home. He wants to come back and tell him, Daddy, I have sinned against heaven and before you, and I'm not worthy even to be called one of your servants. So we see the starting point in the repentance of the prodigal son, that he became in want. Became in want. He desired. I want to come to back to my father. That's what repentance will start when you say, when you feel kida, you became in want. Number two, once he started feeling he wanted to go back to his father, number two, he said with himself. He started said with himself and he review what exactly he did. Basically, what he did, he started to have a quiet time with himself. Very important during Lent to have a quiet time with yourself, together, to sit with yourself. Number three, he started to compare his life now, living in sin, living far away. He lost his peace. And he said, no, I compare my relationship with God. The time when I used to be a good servant and serving in the church, I used to be a good boy. No, I'm going to go back to my father. He started to compare. And once he started to compare, he said, number four, he made a plan. And he said, I will go back to my father. I tell him, Father, I have sinned against heaven and before you. I'm no longer to be called your son. And number five, which is the last point,
when he started blaming himself. He said, "I will go to my father. I'm not going to tell my father, you know what? You know, I took the money. I wanted to do a good business. I wanted to be rich. But what happened? My friends around me took me." No, he's not blaming his friends. He's not blaming anybody. But he started to blame only himself. And he went to his father and told him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I'm not worthy to be called your son." May God give us the heart of repentance, to repent and come back to God. Every week you're going to come to church for the next 3 weeks, and you're going to hear a message of repentance. Message of repentance. May God give us the heart of repentance, and glory be to God forever and ever. Amen.